العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، مولانا وسيدنا الحجة بن الحسن، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عالم جليل شجاع من أرض نجد والحجاز، ألا وهو آية الله الشيخ نمر باقر النمر. هذا العالم الذي سطر بدمه وبمواقفه، وقبل ذلك بلسانه وصوته الناطق الشجاع، طريق الحسين، سطر أسمى آيات الشجاعة والإباء والكرامة والعزة والشرف عندما وقف وحيداً في أرض ملؤها الظلم على يد نظام وهابي تكفيري ظالم، خاض في الأرض فسادا وسعى فيها ظلما وجورا. قام هذا العالم لوحده، لم يلتفت إلى المحيط الإقليمي ولا إلى دول الجوار، ولم يلتفت إلى المجتمع الدولي، ولم يلتفت إلى ظلم نظام آل سعود، التفت إلى ربه، التفت إلى الحسين، التفت إلى عاشوراء، التفت إلى زينب عليها السلام عندما واجهت يزيد بن معاوية لوحدها بلا سلاح فقط بالصوت والبيان، عندما وقفت أمام شمر زمانها، يزيد زمانها، طاغية زمانها، وقالت له: فكت كيدك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا. فوقف الشهيد النمر أمام يزيد عصره، نظام آل سعود، بكل شجاعة، بكل قوة، بكل إيمان، نظر إلى الله سبحانه وتعالى، نظر إلى الحسين عليه السلام، وقال لآل سعود: فكت كيدك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا، ولن تزيل أثرنا، ولن توقف وحينا. فكان دم الشهيد النمر باق وحي، ولذلك ما قتلوه، إن قتلوا بدنه فلم يقتلوا روحه، إن قتلوا رأسه أو قطعوا رأسه فلم يقطعوا فكره ومنهاجه وطريقه. ولذلك يبقى دماء الشهداء، يبقى دماء الأحرار حياً في نفوسنا وفي نفوس الأمة. أرادوا أن يمحوا ذكره فبقى ذكره، وربما نستطيع أن نقول أن ذكر الشهيد النمر أكثر بعد شهادته من قبل شهادته. اليوم تقام له المجالس ويحيى هذا الفكر، وأكيد نحن نخاطب أيضاً شعب الحجاز وشعب نجد، ولا نقول شعب السعودية، نخاطب الأحرار العلماء بأن دم الشهيد النمر أمانة في أعناقنا، أمانة في أعناقنا جميعاً، ولا سيما أنتم، وأنتم أهل لهذه الأمانة. وكما قال سماحة السيد حسن نصر الله: الرد الزينبي. الرد الزينبي يعني أن نرفع الصوت أمام هذا النظام، نظام آل سعود المتخبط اليوم ويجرجر أذيال الهزيمة من ساحة إلى ساحة. في اليمن هو متورط الآن، في اليمن لم يحقق النظام السعودي أي انتصار، من هزيمة إلى عار إلى رذيلة ما بعدها رذيلة. نظام آل سعود اليوم في اليمن متورط،
يوقف الحرب بضرره، يستمر بالحرب بضرره. ولذلك كما في اليمن نقف عند البحرين، يتدخل آل سعود مع آل خليفة ضد شعب البحرين الأبي الشجاع الذي سطر شباب البحرين فيه واقعاً أصحاب الحسين، ذكرونا بالحسين وأصحاب الحسين. وكما جلس واعتصم وقاوم واعترض آية الله الشيخ عيسى قاسم في منزله كحسين زمانه للبحرين، حاط واعتصم واستقام وصبر شباب البحرين حول منزله وقال لهم في يوم من الأيام اتركوني لوحدي، فلم يترك المنزل كما لم يترك أصحاب الحسين خيمة الحسين يوم العاشر أو ليلة العاشر، عندما قال لهم أنتم في حل من بيعتي هذا الليل فاتخذوه جملا، قالوا قبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله. وقال شباب البحرين للشيخ عيسى قاسم قبح الله العيش بعدك يا شيخ عيسى قاسم، والله لو نعلم بأننا نقتل ثم نحرق ثم نذرى في الهواء ثم نحيا من جديد ثم نقتل ثم نحرق ثم نذرى في الهواء ثم نحيا من جديد يفعل بنا ذلك 70 مرة أو 1000 مرة ما تركناك يا حسين. وهكذا دم الشهيد النمر يجب أن لا يترك، يجب أن لا يترك، يجب أن لا يسقط على الأرض، لأن دماء الشهداء لا تسقط على الأرض، تبقى في السماء، تبقى في القلوب، تبقى في العقول، نحملها، نحمل فكرها وأهدافها. نظام آل سعود اليوم يمر بأسوأ وأضعف أيامه وزمانه. هو اليوم متخبط، هو اليوم ضعيف، في العراق يتراجع، في سوريا، وكلنا استبشر بتحرير حلب. حلب هي لقمة أرادها آل سعود لهم فخرجت من فمهم وأبقت سمها في فم آل سعود أو أمريكا. احتشد العالم كله، أكثر من 80 دولة من التكفيريين الوهابيين الداعشيين جاءوا إلى سوريا كجبهة، كإحدى جبهات ومواطن ومواقع جبهة المقاومة. وانظروا اليوم إلى سوريا تتحرر يوما بعد يوم، والعراق مقبل على نصر الموصل إن شاء الله. وأيضا كما قال الأمين على الدماء الحبيب السيد حسن نصر الله، بعد الانتصارات إن شاء الله في جبهة المقاومة سوف تتوجه الأبصار والقلوب والبنادق والأصوات والدماء إلى القدس، إلى فلسطين إن شاء الله. كل دماء شهدائنا وعلى رأسها دم الشهيد النمر سوف يبقى ينادينا ويقول لنا أيها العلماء، أيها الشباب، أيها الرجال، أيها النساء من الحجاز واليمن والبحرين، من باكستان وإيران وأفغانستان، من العراق وسوريا ولبنان، انتهاء إلى نيجيريا، اليوم نحن في جبهة مقاومة، نحن في جبهة إسلام عظمى وكبرى، اليوم نحن نخوض الانتصارات انتصار بعد انتصار. ودم الشهيد النمر هو انتصار للإسلام، هو انتصار للولاية، هو أحدى تجليات ذكرى وحركة ذلك الإمام الراحل العظيم الذي أسس الجمهورية الإسلامية، دولة الإسلام، بعد 1400 عام من دولة رسول الله ودولة أمير المؤمنين الإمام الموسوي الخميني العظيم. لقد فضح دم الشهيد النمر كل المدعين في العالم، من أمريكا إلى إسرائيل إلى الغرب إلى أوروبا إلى الدول العربية الرجعية، بأنه عندما يسقط مظلوم هم يسكتون ولا يتحدثون،
هم فقط يدعون بالديمقراطية، ولا ديمقراطية لهم ولا عز لهم ولا أثر لهم. سينتصر الإسلام إن شاء الله، وجبهة المقاومة من الحجاز إلى البحرين إلى بقية إلى اليمن والعراق وسوريا تدل على أننا في زمن انتصارات ولسنا في زمن هزائم. نعم، لا أطيل عليكم، وقف الشهيد النمر في أرض الحجاز بإيمانه وشجاعته، وعندما هددوه بالقتل كان مصداقاً من مصاديق علي بن الحسين عليه السلام زين العابدين. عندما هدده اللعين بن زياد بالموت قال له: أبي الموت تهددني يا ابن الطلقاء؟ إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. فكان شهيد الحسين، شهيد الإسلام، وسيبقى دمه إن شاء الله يحيي الإسلام، يحيي قلوبنا. ومن نصر إلى نصر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد النمر وكل شهداء الإسلام برحمته الواسعة، أن ينصر قلب الإسلام، جمهوريتنا الإسلامية المباركة، أن يحفظ وينصر ولي أمر المسلمين سماحة الإمام القائد الخامنئي ومراجع الدين العظام، أن ينصر المجاهدين في البحرين واليمن والحجاز والعراق وسوريا ولبنان ونيجيريا وأفغانستان وباكستان وفلسطين، إلى روحه السعيدة، إلى روح إمام الأمة الراحل الخميني العظيم وشهداء الإسلام، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.